بر الوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، ووصينا الإنسان بوالديه في سورة العنكبوت، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وفي سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. إحسانا كل أنواع الإحسان، باللسان وباليد وبالمال وبالخدمة وبالصبر وبالمعاملة الطيبة، والإحسان كله للوالدين. عشان كده رب العزة والجلال قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. بقوا كبار ولا واحد كبر والتاني مات، ولا صغير الأب كبير والأم صغيرة لسه، ولا واحد مات واحد حي لسه. فلا تقل لهما أف، قال البغوي: فلا تقل لهما أف إذا نظفتهما من العذرة والغائط ووجدت ريحا، ولا تنهرهما. انت ابوي كرهتنا البيت ده يا اخ، كل يوم مشاكل، انت والمره ما مريحه وانت بتكورج وازعجتنا خليلنا. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. قال مجاهد: القول الكريم الا تسميهما ولا تكنهما. ما تقول لي يا فلان ولا يا حاج فلان ولا تكنيه يا أبو فلان، وإنما تقول يا أبتاه يا أمه، ولا يا أبوي يا أمي بالدار يبتعين. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال البغوي نقلا عن بعض السلف: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة لا تمنعهما شيئا يريدانه. شي دارينه ما تمنعه، خليك متواضع لهم ومنكسر لهم. عشان كذا أسامة بن زيد رضي الله عنه اشترى نخلة على عهد عثمان في صفة الصفوة بألف درهم، وأخذ منها شيئا ثم تركها، عشان لا شيء بسيط من النخلة، حاجة معينة. فقالوا: لماذا يا أسامة؟ قال: سألتني أمي ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أتيتها به. مش كان بألف درهم. ومحمد بن المنكدر قال: قمت ليلة كاملة على قدم أمي، كرعيم وجعتنا، قال عصر لها في الكرعين ليلة كاملة. قال: وقام أخي عمر بن المنكدر يصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله، وما أحب أن ليلتي بليلتي. كان في قالوا لنا في الصحيفة نبدلكم، أقول لا لا، لأنه ده بر، كانوا بعظموا البر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. صغيرة هي قبيل اللوم، لما الولد بيتغير ويتملي وسخ هي بتنظفه، ولما يكبر، لما هي تكبر برضو يعاملها الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا شنو؟ إلا الإحسان. ولما يساهر معاه أسي برضو يساهر معاه ويحسن ليه. أبو هريرة رضي الله عنه كان يدخل على أمه ويقول: رحمك الله يا أمه كما ربيتيني صغيرة، فتقول: رحمك الله يا ولدي كما بررتني كبيرة. انت برضو بريتني. وقبل ما تسلم جل النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الصفوة، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متغير الوجه، قال: يا رسول الله، إن أمي آذتني فيك وإني أريد إسلامها، فادعوا الله لها. قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال: فرجعت إلى الدار فاستأذنت فلم تأذن لي. قال: فمكثت أي قليلا، ثم فتحت الباب قالت: كنت أغتسل وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف النازل ببروا وبحبوا الخير لأهلهم ولوالديهم، وده جماعة حقهم. والله الذي لا إله غيره
لو الزول بس فكر الام دي بس الحمل ده فري حاجه ثانيه يا اخي. انت لو دخلوا لك فار جوا بتقعد فار؟ خليه بشر كامل كده ويرفس ويقعد. بس فار كده دخلوا كان جاك نفاق بترتاح؟ سووا لي كده حردين بشنو؟ مره جاني مرض واحد طبق فيني نظريه عجيبه خلاص. قال لي جيب بصل بيعرض، جاب لي حاجه كده شربتها نسيت المرض والسودان ذاته قربت انساه. والله خليك راسي تن تن شغال. يا الحاصل شنو؟ دي بشر عديل جوا قاعد بياكل من اكله ويشرب من شرابه، وهي تكون نايمه نص الليل يرفسها تقوم تصنقر في شنو؟ والله في وجع بيجاي. والمعلم ده جوا مقلق دار يمرق يجي السودان ده ما اعرفه ماله. خليك جوا يا اخي، الشغل ده برا كاتم. خليك جوا انت مرتاح، لا مشاكل لا تقيف في صف ولا أنا. الله يصلح البلد. ها وربنا جوا هي محافظه. ايوه ايوه صحيح. الله اكبر يا اخي. وقال لك جوا حافظه، جوا فعلا حافظه. قال لك لما يطلع برا يعلقوا له حاجات عشان تحفظ، وجوا حافظه وفعلا حافظه. المره دي مرات تتوحم تشيل لها لقمه قدر الفنجان بتاع شطه خضرتها بلع، وهو قاعد جوا المعلم ده ما بتجيب في كيس وكذا بتمشي بمحلات ثانيه. والجماعه ناس الطب يقول لك فيتامين سي وكالسيوم ومشت فيتامين اي بي وغيره، والموضوع طويل جدا. قال وفصاله في عامين، يرضع سنتين، ان اشكر لي ولوالديك الي المصير، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. عشان كذا لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري انما الطاعه في المعروف. ايوه الله يحفظ. قال بعد رب العزة والجلال قال يا بني، عن لقمان ذكر 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 إلى أن قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وقبلية واتبع سبيل من أناب إلي. اتبع السبيل الصحيح، سبيل الصحابة وسبيل التابعين لهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إلى آخر الآيات. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، قدر الفولة ولا أصغر، فتكن في صخرة أو في السماوات، شوف السماء دي واسعة كيف، أو في الأرض يأتي بها الله. هذه لو ماشي بها عربية ماشي من الطاحونة هنا، بس من الطاحونة ليسوا قليبية، ماشي بالعربية في جنيه وقع، جنيه خليه جنيه بس وقع في الطريق، قال له كذا كوسوا فتشوا من الطاحونة لحد سوق ليبيا، تفتشوا في كم يوم شايل بطارية، ويمكن يدفن في تراب، ويمكن كذا، يمكن جا شافع شالوا، تبقى في حاجات ذات عجيبة، تقعد تلف. السماوات دي بعد اتساعة والأرض، ولو جوا صخرة ذاته. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. شفت الاسمين ديل؟ لطيف خبير، منتهى الدقة، منتهى الدقة، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. بعد ذاك قال له يا بني أقم الصلاة، ما بتجيك مشاكل تصلي، ما في مشاكل في الغالب، وأمر بالمعروف، صلوا صوموا زكوا كذي في الغالب ما بشاكلوك، لكن شو الثالثة دي، وانهى عن المنكر، ما تقول ده حرام وده ما بجوز وده كذي. قال لك واصبر، بعد ده شنو؟ شد حيلك واصبر. ايوه ما قال واصبر على ما يصيبك، يصيب في مضارع، قال اصابك، اصاب ده ما فعل ماضي، هو ما اصابك لسه لكن دار يوريك انه دي سنه كونيه، ده شغل ثابت لا تبتلى. ان ذلك من عزم الامور. بعد ذاك اخر الوصايا قال له ولا تصعر خدك للناس. في تفسير ابن كثير الصعر مرض يصيب الدابه الناقه، بجعلها ترفع راسها، بكون شنو؟
رقبتها تلقى راسها شنو لفوق، ولا تصعر خدك للناس، يكون ماشي كده على الام. واحد هناك في شرق النيل جنبنا قال كنا شغالين حفر بل قربنا خلاص يعني ما تقلني هاي تميت انا ذاتي. قال شغالين حفر وبالقلاب وقال بنرفع وكذا. قال واحد عنده تريلا داغنا، واحد فينا عنده تريلا بتاعت حمار وانا شغالين. واحد قال مننا الله فتح عليه اشترى واشترى واشترى ومشى مشى مشى. قال والله ما تم فتره اشترى له زيت واي قال فوق قال ولا زيت اس ده قال مهم حاجه عاليه تعدل قلاب ده الكبير ده. قال جاي في الطريق زولنا بتاع التريلا زمان اغنى واحد فينا وشغال لسه معانا. قال الزول اللي شافه في الاسطوب وقفوا سوا قال توف تفى فيه. شو الزول اللي حقار كيف اقسم بالله جد يا اخي ما تفترك هذه. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. بقى زول بتاع فخر وتكبر وكذي واليوم كله فرحان وجاري وكذي. ان الله لا يحب كل مختال فخور، مختال في هيئته ومشيته وفعله، وفخور بلسانه نحن اولاد كذي ونحن ونحن وكذا الى اخره. بعد ذاك ختم له الوصايا قال له اقصد في مشيك اي بين السرعه والبطء، ما تبقى بطيء كسلان ولا سريع الماشي معاك نفسه يقوم، بس امن شنو موزون الشغل. ولا واقصد في مشيك واغضض من صوتك لا ترفعه في غير موضع الرفع. تكلم عادي يعني لا خافض شديد ولا شنو عالي. عالي ده بتحتاج له في بعض وخافض بتحتاج له مرات، لكن المتوسط. واغضض من صوتك ان انكر يعني اشد، ان انكر الاصوات لصوت شنو الحمير. وبعضهم استدل بها على تحريم الغناء لانه بكورك وقال زي الموضوع طويل. والزول يا جماعه لو دار ينجو في الدنيا والاخره يلاقي الله بالتوحيد ده ويعلم اولاده التوحيد ويحذرهم من الشرك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. والمعلومه دي الانبياء فاهمينها عارفينها تماما. عشان كذي رب العزه والجلال قال ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت في اخر لحظات هم فارق الدنيا. اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، ده الهم شايل هم العقيده وهم التوحيد. يعني ما وصاهم بامر الدنيا، قال لو نبقوا عشرة على البقر والأراضي دي أهم شيء لأنها بتزيد وشفع ذات يعمل حساب الطوبة لو لقوها ما يرفعوها مرات في عقارب. أما في وصايا زي دي قال لهم ما تعبدون من بعدي، ده موضوع. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بعد خلاص مات مرتاح، وده همه يا جماعة. الولد قبل تربيه على أي شيء ربيه عظم الله سبحانه وتعالى ويوحد الله ويتعلق بالله، لا يتعلق بتراب لا بقبة لا بشيخ لا بحجاب لا ببخرة لا بمحاية لا بفكيه لا بدجال لا بشيخ طريقه لا ولا ايش، بس يكون على التوحيد يتعلق بالله سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ولو ربيته على التوحيد ده بمش عديل، لانه بعدين البيت اللي بتربيها على امر الدنيا وكذا وكذا وانه بس تحترمك انت وتخاف منك انت، انت بتخليها في البلد وهي بتجي تقرا الجامعه هنا، يعني هي فارقتك بعد ده خلاص. لكن قبيل لو علقتها بالله سبحانه وتعالى محل ما تمشي محل ما تمشي، هي متعلقه بمنو؟ بالله سبحانه وتعالى ومعظمه لله سبحانه وتعالى، بتمشي عديل. الولد لما تربيه على العقيده والتوحيد وتعظيم الله سبحانه وتعالى، لو بقى استاذ بيكون زول نزيه محترم، لو بقى دكتور بخاف الله في الناس، لو بقى وزير بيتقي الله تعالى في الله وكلوا به،
بخاف الله سبحانه وتعالى، لأنه متعلق بالله وعقيدته في الله سبحانه وتعالى.